جوال بسعة ذاكرة 256 وكاميرا 64 ميجا بكسل تقريب 60 اكس وشاشة بدرجة 120 هرتز. ايش رايكم بالتصميم؟ تابعوا معي. خلونا نبدأ الآن في التصميم الخارجي. طبعا بيلفت لفت انتباهي فعليا في البداية اللون. طبعا عندهم لونين اللي هو قدامنا ده اللي هو تقريبا أسود مائل الزرقة اللي هو قطب ليلي يسمونه، بالإضافة إلى لون ثاني تقريبا سماوي متدرج. ففعلا الخلفية قزاز فيعطيك تموج جميل صراحة، يعني تشوفه هنا المفروض باين معاكم أنه طالع كأنه أزرق أسود، فهتغير. فإضافة إلى تصميم الكاميرا جاي بشكل ثلاثي اللي بالنص أعطيها إطار أحمر مهتمين بالتفاصيل، وعندك هنا اسم تكنو اسم الجوال تحس انه محفور. طبعا الإطار الاستيكي، وعندك هنا البصمة على اليمين مع الصوت، وهنا عندك المنفذ الشريحتين وذاكرة بيضة تاب سي، وعندك ايضا منفذ 3.5. ما زال التكنو محتفظين فيه بجوال كمان 18. الشاشة ذاتي بحجم 6.7 نوع أومليد وبجودة 1080x2400، وهذه بيعطيك مشاهدة ممتازة مع المقاطع جودة عالية. أضف لذلك أن تردد الشاشة 120 هيرز. طبعا ممكن بالإعدادات تخليها تلقائية بحيث تبدأ بين 60-120 حسب الاحتياج، أو تخليها 60 دائما عشان توفر الطاقة. بشكل عام عندك السماعة واحدة صوتها عالي جدا، مكبر صوت، يعني يعتبر الصوت جدا يعني واضح وقوي، لن تعاني من جانب الصوت نهائيا. بالإضافة إلى شاشة زي أنتم شايفين جودتها عالية وترددها 120، فهي بيعطيك أداء ممتاز. جوال كامون 18 بريميوم يأتي بمعالج ميت تك جي 96، معالج من فئة متوسطة، أداؤه كان معه ممتاز بدون مشاكل. جربته على ألعاب ثقيلة زي كول أوف ديوتي، ما كان في دقيقة، بالعكس حتى كنت شابك على شبكة الجوال ما هو على واي فاي، وما لاحظت أي حرارة أو تقطيع في اللعبة. أما الواجهة هي واجهة هاي أو إس 8، هي واجهة خاصة بتكنو ولها ميزاتها أو لمستهم الخاصة فيهم، مبنية وهي مبنية على أندرويد 11. يأتي بجوال كامون 18 بريميوم بسعة ذاكرة 256 و 8 دقيقة ذاكرة عشوائية نسخة واحدة فقط. متوفر فيه خاصية NFC ليس للشحن ولكن للاستخدامات زي الاستخدامات تطبيقات زي مدى وما شابه. بطارية تأتي بحجم 4750 أمبير، سرعة شحن 33 واط، حسب تصريح الشركة أنه يصل من 0 إلى 64 خلال نصف ساعة. الإعدادات الخاصة بالبطارية الموجودة في واجهة هاي او اس بتعطيك خيارات تحسن أداء البطارية، وبالتالي بتعطيك أداء أفضل ناحية الاستهلاك، خاصة إذا أخذت الخيارات المناسبة وعطلت بعض الأشغالات بدون ما تضطر تفعل توفير الطاقة بشكل كامل. مع دفع ميزة التلقائية لتردد الشاشة من 120 إلى 60 تلقائي حسب الاحتياج، فهذا بيعطيك أكيد أداء ممتاز، أتوقع شخصيا يوصل معك إلى يوم كامل. عندنا هنا ثلاث كاميرات بالخلف، الأولى هي 64 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.6، بيضاف إلى كاميرا 8 ميجا بكسل وتقريب ويصل تقريب التصوير فيها إلى 5X أوبتيكال، بيضاف الكاميرا الثالثة تصوير عريض اللي هي 12 ميجا بكسل، بيدعم تصوير فيديو إلى 4K إلى 30 إطار. أما الكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بكسل. أما تطبيق الكاميرا فعدة خيارات كثيرة موجودة ممكن تساعدك على أداء تصوير ممتاز، مثل الإعدادات الخاصة تلقائية هي زي تصوير بروتيه أو تجميل أو وضع الليلي، بإضافة لخيارات أخرى زي الحركة البطيئة أو الفاصل الزمني أو حتى وضع تصوير القمر. هذه نتائج تصوير الكاميرا أمامكم الآن، بس أعرضها وأعطونا آراءكم بالنتائج بالتعليقات. قبل ما نختم أقول لكم أن سعر الجوال بيكون نسخة 256-8 جيجا هو 1500 ريال. لا تنسونا من الاشتراك وعطونا آراءكم بالجوال بالتعليقات بالأسفل. بالتوفيق، دمتم سالمين.